في 3 ورقات حقيقيين في الصورة واحدة مزيفة، تقدروا تكتشفوا ايه هي المزيفة بسرعة؟ لو جبتوها صح قولولي. هو ده الفيديو بتاع النهاردة، هنعمل مع بعض تحدي هايبر رياليز، وهو تحدي جديد هعمله مع الرسام محمد ابو بكر. احنا الاتنين هنحاول نخدعكم، وانتوا في الاخر قولولنا مين اللي فاز في التحدي، انا ولا هو. هسيب لكم الرابط بتاع الفيديو بتاعه في صندوق الوصف. وبس كده يلا نشوف عملنا الورقة ازاي. اول حاجة طبعا بنعملها هو الاوتلاين، ده بالضبط نفس الفيديو اللي احنا عملناه قبل كده بتاع ازاي تقيس من غير مسطرة وازاي تطلع الشكل هو نفسه بدون ما تستعمل ورق شفاف او اي حاجة. برضو هسيب لكم الرابط بتاع الفيديو ده في صندوق الوصف لان فيديو مهم جدا. فده اللي انا بعمله دلوقتي، بحاول القط الشكل بتاع الورقة بالضبط. وعموما فكرة الهايبر رياليزم ان انت تحاول تخدع اللي قدامك وتحسسه ان الحاجة اللي على الورقة حقيقية، ده نوع من الفن مش محتاج موهبة او خيال قوي قد ما هو محتاج صبر، وان انت تحاول تطلع كل التفاصيل بتاعة الشكل اللي قدامك. صراحة انا ما بحبش قوي موضوع الهايبر رياليزم ده، بحس ان هو بيقتل كده الخيال جوه الرسام، فانا بفضل ان الرسام يكون عنده حرية وخيال ويعمل الحاجة اللي هو عايزها، مش يلتزم بحاجة معينة ويحاول يقلدها، لان الصراحة بحس ان احنا كأننا كاميرا واحنا بنحاول نلقط كل حاجة في الشكل ونطلعه زي ما هو. لكن محمد صمم ان احنا نعمل موضوع الهايبر رياليزم ده، فانا مشيت معاه. ومش هخبي عليكم كنت خايفة جدا، وكنت حاسة ان انا اكيد هفشل في الفيديو ده، لان انا من الرسامين بيحبوا يرسموا بسرعة مش بيحبوا ياخدوا وقت طويل في نفس الرسمة، بس يعني يا رب يكون زبط على الاقل شوية. هنا بعد ما خلصت الاوتلاين وتأكدت ان هو شكل الورقة بالظبط، هبتدي بقلم حبر احضر الحتة اللي هي السودة في الورقة، طبعا بالراحة جدا في موضوع الحبر ده لان اي خطأ مش هتعرف تصلحه. فانا كنت ماشية يعني ببطء شديد، بس انا مسرعة لكم الفيديو طبعا لان ده مش تعليم، والحمد لله مشي موضوع الحبر كويس وما حصلتش اي اخطاء كارثية لان كان هيبقى صعب جدا اعدلها، فكويس جدا ان هي عدت المرحلة دي. وبعد ما خلصنا مرحلة الحبر هبتدي دلوقتي ألون الكلام اللي على الورقة. هما مستعملين لون أحمر كده، أنا حاولت قدر الإمكان أجيب لون أحمر شبهه علشان ما يبانش الفرق. وابتديت دلوقتي ألون الحروف بالراحة جدا طبعا، بالذات في الحروف اللي هي جوه الحتة السوداء دي، هي متحددة بلون أبيض، فكنت بحاول أبين اللون الأبيض ده. زي ما انتوا شايفين هو كان رفيع جدا، فأنا كنت متوترة وأنا بعمله وغلطت شوية أخطاء بس عدلتها وأنا قافلة الكاميرا، فالحمد لله برضو مشي كويس. اخر حاجة بقى واهم حاجة في موضوع الهايبر رياليزم، الاضاءة اللي جاية على الورقة والظل والنور، ده اللي بيحدد فعلا اذا هتقدر تخدع الناس اللي قدامك ولا لا. فانا كنت بصور الفيديو ده في اضاءة الشمس، فهتلاقوا ان الظل جاي تحت الورقة، وده اللي انا بحاول اعمله دلوقتي، بحاول اطلع نفس الظل اللي محطوط في الورقة الاساسية. طبعا موضوع الظل والنور في الهايبر رياليزم بيبقى مخادع شوية، خاصة اذا بتعمل في الشمس زي، لان الشمس كل شوية بتتحرك، فممكن تعمل ظل وبعدين تيجي بعد نص ساعة تلاقي ان الظل اللي انت عملته غلط.
ففي الفيديو ده كنت بحاول اشتغل بسرعة في موضوع الظل علشان ألقط الصورة قبل ما الشمس تتحرك، والحمد لله برضو ربنا ستر في الموضوع ده والشمس ما اتحركتش قبل ما ياخد الصورة. يا رب الفيديو ده يكون عجبكم، ولو عندكم اي اقتراحات لتحديات جاية اكتبولي، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم.